خافض الطرف، يعني مش قاعد طول النهار كده بلغة المصريين بيبحلق، لا خافض الطرف كده، جل نظره إلى الأرض. دليل التواضع ودليل الاعتبار ودليل جمع الفكر وعدم التشويش، لأن النبي في رزانة، في عقل كامل، في حكمة عالية صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف، تقراها الطرف بسكون الراء، مش تقول الطرف، الطرف هو حافة الشيء، إنما الطرف هو العين، فما تقولش بقى الطرف، ها تقول خافض الطرف. خافض الطرف يعني خافض البصر. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لأن هذا أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار. وعشان كده أنت في الصلاة، النبي أمرنا أننا في الصلاة وإحنا واقفين بنقرأ القرآن ننظر موضع السجود، وإحنا بنركع ننظر إلى أقدامنا، وإحنا بنسجد في موضع إيه السجود، في موضع الأرض اللي أنت ساجد ليه، وانت جالس بتقرأ التشهد تنظر الى سبابتك الموحدة يدك اليمنى. يبقى حدد لك نظرك في طول الصلاة، تنظر ازاي في طول الصلاة، وانت بتقرأ القرآن نظرك موضع السجود، وانت بتركع نظرك في قدميك، وانت بتسجد نظرك الى الارض موضع عينك العادية المعتادة. فاذا جلست للتشهد تصدر إلى اليد اليمنى، إلى سبابة اليمنى، علامة التوحيد، كويس، حتى تسلم، لأن هذا أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار، وأولى ما يكون الإنسان وأحوج ما يكون الإنسان لهذا يكون في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النبي بقى خارج الصلاة كان كده برضه، دليل على كمال خشوعه وكمال خضوعه وكمال اعتباره واتعاظه وتفكره، فكان أكمل الخلق في ذلك كله صلى الله عليه وسلم. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة أي للدنيا. خد بالك أنت عندك العين، في روايات على فكرة غير دي اتكلم على عين، هنا ما اتكلمش على عين النبي صح؟ هو في روايات تانية واسع العينين أدعج، أدعج أدعج يعني شديد سواد السواد، شديد بياض البياض، كويس. يبقى العين السوداء أحلى من العين الخضراء، ليه؟ لأن عين النبي سود على طول كده بلا تعصب، مش عشان أنا عيني سودة، لا علشان عين النبي سود. آه والله لو عيني خضراء برضو هتبقى العين السوداء احلى، ليه؟ عشان عين النبي كده، لان لو كانت العين الخضراء احلى كان النبي ربنا خلق النبي عليه، كويس. ادعج العينين، العين زي ما قلت لك فيها السواد معروف، السواد ده يقسم البياض لبياض خارجي وبياض داخلي. البياض الخارجي يسموه الملاحظ، البياض الخارجي يسموه الملاحظ، والبياض الداخلي اللي واجهة الأنف يسموه المآقي، كويس. انت لما بتنظر لشيء مهتم بيه تنظر بمآقيك، مش كده؟ زي ما تنظر للكتاب كده بتنظر بايه، تلاقي السواد كله دخل والبياض بتاعك المآقي، والملاحظ دي ملناش دعوة بيها بقى لان انا مركز هنا. يبقى لما تنظر لشيء بتركيز تنظر بمآقيك، ولما تنظر لشيء بغير تركيز تنظره بملاحظك خارج عن مش مهتم. ادي معنى جل نظره الملاحظة، اي لا ينظر الى زينة الدنيا بمآقيه، بل ينظرها بجوانب عينيه لعدم التفاته اليها صلى الله عليه وسلم. وربنا قايله ايه؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو النبي لما ربنا بيقول له لا تمدن عينيك كان بيمد عينه قبل كده؟ ابدا، ده كأن الله يقول له استمر على ما انت عليه من عدم النظر الى زينة الدنيا. فكأن عادة النبي الا ينظر الى زينة الدنيا ولا يلتفت اليها، فكان جل نظره الى زينة الدنيا الملاحظة.
يعني ينظر إليها بجوانب عينيه من خارجه لأنها لم تدخل قلبه. إنما الإنسان بقى اللي الدنيا في قلبه يقول لك الله إيه دي؟ ده بيدخلها قلبه بقى، فهمت؟ ده كده يعني مشدوه ومقبل على الدنيا. لا، النبي مش كده، الدنيا هي اللي كانت مفتقرة للنبي، والنبي ما كانش مفتقر لها. النبي لم يفتقر إلا إلى الله، والدنيا افتقرت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. عرضت عليه أن تكون جبال مكة في يده ذهب وفي يد غيره تراب، فأبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. عشان كده يقول إيه؟ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم. يعني مش عرضت عليه الدنيا وهو كان شبعان، لا، ده عرضت عليه الدنيا وكان بيربط على بطنه الحجر، وبالرغم من كده لم يقبلها، فده دليل على صدق الزهد. إنما لما تعرض عليك الدنيا وانت عندك ما يكفيك وشبعان وتقول متشكرين، ده دليل القناعة مش الزهد. لكن النبي بقى زاهد، ده تعرض عليه وهو يشد الحجارة على بطنه من الجوع. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا، الكشح اللي هو أعلى البطن، مطرف الأدم، يعني الجلد بتاعه مطرف رقيق، كأن جلد النبي كان يعاني من ألم الحجارة وألم الجوع. وفي هذه اللحظات تراوده الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، أي المعصومين، فعصم من الدنيا صلى الله عليه وسلم. كل ده معناه إيه؟ جل نظره الملاحظة. لخص لك كل الحكاية دي سيدنا هند بن أبي هلة في الوصف، قال لك إيه؟ جل نظره الملاحظة، أي غالب نظره إلى متاع الدنيا بخارج مآقيه، بخارج عينيه، فلم يلتفت إليها لحظة ولم تدخل في قلبه لحظة صلى الله عليه وآله وسلم.